حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه عن سعد قال سمعت ابا سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقره التفتت اليه فقالت لم اخلق لهذا خلقت للحراثه قال امنت به انا وابو بكر وعمر واخذ الذئب شاه فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال امنت به انا وابو بكر وعمر قال ابو سلمه وما هما يومئذ في القوم